شوفوا في التيار الخاوه سيما يدوز فيا هذا بوان بي ويخرج فيا لبرا، قال لي اخرج. شوف زيبا ها الحارس شوف على روشي هذا زيبا راه يجي فيا هكا. شوف اسمع يدي فيا خرجوا الخاوة هذا اللي يطلع علينا بزاف. الحمد لله على الصيد هذيك اللي شفناها مع بعض ميلي ما شاء الله حبات روعة. صح تعبوني مش الحق قدرت نلحق وصور الفرصة هذيك الحمد لله. كيما حكينا في الفيديو اللي جات حبيت نوري لكم برك لي كولوار تاع الكورون زي ما قاعدين نشوفوا زي ما باش خاوتنا تما وكاو يتقاتفوا معاهم يوليو يعرفوهم. شوفوا زي ماش قاعدين نخاوة شوفوا شوفوا زي ماش يمشي شوفوا لهي الزوج والفوق خلاص منين الليلة ديك ثلاثة. شوفوا لهي منين الشمس زي ما يخدم يدير لي بتي تربيون. هادو راهم خاطر الخاوة كارثي لأنه كي يحكمك لهنا كيما راكم تشوفوا ويبان قاعد يدي حكا على ركي هو العكس خاوة باسكو انا كنت في الدوزيام في الثاني هذاك اللي من هيه كان يدي فيا هكا للارج كان مديني هك يخرج هك ليه ويروح. والمشكل تاعهم مش في لا ديستونس لانها مش بعيده. المشكل تاعهم انه ما يخليكش تافونسي يبقى غير يديك يبقى غير يديك. لذلك خاوه حذاري ثم حذاري خاصه المكان هذا لانه حكيت عليه من قبل الخاوه وحكيت على التيارات والاشكال اللي طحت فيه يوم ما رحت صيدت ليه في الجزيره وكي عدت خارج تحت في تيار لكن كان يجبد العكس كان يدي للارج لهيه. لذلك خاوة في الحالات هذا والفوق ما تقعدوا في الماء لأنه التيارات هذه قاتلة مش قيد التيارات اللي تجيب السمك هذه قاتلة. الحمد لله على كل حال شفتوا القصرة هذيك الحمد لله هتهلاو في روحكم خاوة. السلام عليكم.